إنها تحية إليكم أيها الإخوة في آخر مرة لي في هذه. أنا جئت في العام الماضي وقلت للأخ عصام البشير وبعض إخوانه هذه آخر مرة لي، وفي المرة الجاية أسلم الراية لإخوتي في هذا المؤتمر. سلم الراية ولم يستسلم، يبحث يتعلم كما لو كان شابا عشرينيا، ويعلم الناس كالأئمة الكبار. ابن القرية والكتاب يوسف القرضاوي 1926. توفي أبي وأنا في الثانية من عمري، وتوفيت أمه وهو في الخامسة عشرة من عمره. نشأ يتيما مجتهدا، التحق بكتاب قريته صفت تراب بالمحلة الكبرى، وأتم حفظ القرآن مبكرا. ختمت القرآن وأنا في التاسعة من عمري، تسعة وعدة أشهر. خدت جائزة عليها. وكانت أعظم جائزة في ذلك الوقت في جمهورية الغربية كلها، جنيه وربع. درس القرضاوي بالأزهر والتحق بكلية أصول الدين حتى حصل منها على الدكتوراه عام 1973. اهتم القرضاوي بالشأن العام خلال فترة دراسته بالأزهر، والتحق سياسياً بالإخوان المسلمين، وسجن في سبيل ذلك مرات عديدة خلال فترة الحكم الملكي ثم الناصري. فسمحوا لنا أن نصلي جماعة في ساحة السجن الكبرى، وصليت بالإخوة بالربع الأخير من سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أشركوا من الكتاب أولي الكتاب والذين أشركوا غدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وبعدين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلوا وأنا أقرأ هذه الآيات ودموعي تذرف. منع القرضاوي من الخطابة في مصر، فهاجر إلى قطر عام 1961، وأسس هناك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عام 1977، ثم أسس المجلس الأوروبي للإفتاء عام 1997، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004، وترأسه حتى عام 2018. حمل القرضاوي رسالة الوسطية في وقت انتشرت فيه مفاهيم مغلوطة عن الدين، ورسالة التجديد في وقت ساد فيه الجمود الفقهي. منهج الوسطية والاعتدال، المنهج الذي يقدم الإسلام للناس باسم الوجه وليس عبوسا قمطريرا، الذي يقدم الإسلام في صورة الحب للبغض، في صورة التسامح للتعصب، في صورة التعارف للتناكر، في صورة الأخوة للتشاحن، في صورة التعاون على البر والتقوى للتعاون على الإثم والعدوان، في صورة الحوار البناء لا في صورة المغاضبة للآخرين. هذا المنهج يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق، ويحيي ولا يميت، يؤمن بالتشديد في الأصول والتيسير في الفروع، يجمع بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر، يتبنى المرونة في الوسائل والآليات والثبات في الأهداف والغايات. هذا هو المنهج الذي أؤمن به والذي أدعو إليه والذي أصبح معلماً متميزاً. ورغم ذلك منع من دخول أمريكا وبريطانيا بسبب تأييده لعمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ناصر الإمام ثورات الربيع العربي واعتبرها منحة إلهية، فحكمت عليه أنظمة الثورات المضادة في مصر وسوريا بالإعدام. منتصب القامة، مرفوع الهامة، محفوظ الكرامة، لا
يستطيع أحد أن يتهمني، أن يتهمني بأني نافقت يوما في حياتي. لو كنت أحب أن أنافق أو أحب أن أسير في ركاب السلطان لبقيت في موطني الأصلي، وبقليل من التنازلات كنت وصلت إلى أعلى المناصب التي وصل إليها من هو دوني بكثير. ولكني آثرت أن أحتفظ بديني. ألف القرضاوي قرابة 100 مؤلف في مجالات مختلفة بين الفقه والفكر والأدب، وتتلمذ على يديه آلاف من العلماء والمفكرين. وأقول للطغاة، أقول لكل ظالم جبار متحديا، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي، وقلبي في يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيا ديني.